كود التحكيم طبعا الطاقم العماني اول الاهداف سمعه كبيره منتخب يلعب في الاولمبياد يتالق حسين الصياد القائد الكبير ربما يقود المنتخب ربما يتفوق الفوارق كبيره صحيح لكن هو في الدور السعودي هنا يلعب السلسلة يا سلام لاحظ الذهب 5-1 هنا المحاولة اللعب بالتأمين يبحثون عن الحلول لكن شوف شوف صناعة حائط الصد يا سلام يا سلام يا سلام يعني ربما يستخدم محمد عبد الحسين الحارس حارس النجم البحريني الذي أيضا أوه شوف اللعبة الجميلة أروع الحراس على مستوى الخليج والوطن العربي محمد عبد الحسين واحد من مصادر القوة والاطمئنان للمنتخب البحريني المهارات الكبيرة كويتي وهنا المحاولة فصل مهاري فردي ايضا خبرة ميدانية يلعب مباراة جميلة سيطرة ميدانية للمنتخب البحريني السلسلة الله الله على الدائرة محاولة مرة ثانية لكن ايضا شوف الفوارق الكبيرة هذا علي ميرزا يا سلام العبر الكثيره الله الله هابي وصافرة 7 امتار رميت 7 امتار علي ومحمد لكن ايضا المحاولات التسديد لا يوجد خط خلفي قوي للمنتخب الفيتنامي بعكس المنتخب البحريني اذا ما تحدثنا لاحظ سهوله بحر الصين عاصمتها هانوي وهنا ياتي هنا ياتي الهدف هنا فوتشيلينا ومحمد عبد الحسين 7 امتار فوتشيلينا هنا تسديدة امتار فوتشيلينا العطاءات الكبيرة هنا المحاولة يا سلام يا سلام مع الفريق الأول محمد حبيب نجم كبير فاسد هناك محاولة شوف اللعبة بكل هدوء حسن ميرزا حطها بشكل حر في هذه القارة لتعرف أن ثلثي سكان العالم هنا النجاح بالدام يحاول لكن يصطدم بدفاع قوي هذا مهدي سعاد مهدي المنتخب البحريني وغزارة النجوم يلعب على مستوى الدائرة الله 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 يا حسن يجوين أوان جدات علي عيد لاعب النجم المنتخب البحريني ونجم النجمه ميرزا انا اعتقد حديث ارون انا حديث ارون ما اراد ان يعني هو صديق ان يطبق كل شيء هنا المحاوله مهدي سعد وتمرير حد شوف علي عبد القادر الى عبد الله الى مهدي حسين هو الموجود شوف الهجوم الخاطف المنظم ايضا واحده من الاسلحه المهمه للمنتخب الامنيات والدعوات للاخضر السعودي ان يكون حاضر بكل كبيره وكثيره للاخضر السعودي هنا عبد الله علي يا سلام يا عيد وسبعه امتار علي عيد ينجح على نهايه اللقاء لكن ننتظر يجب أن تلعب يجب أن تستمتع في هذه الأجواء الآسيوية البطولة اللقب الغائب لمسيرة هذا المنتخب الذي وضع 9 لكوريا 4 للكويت في حوائط في طبعا أيضا شوف استخلاص الكرة في البحريني الاحمر البحريني يتيت على البيت الاحمر الفيتنامي يتيت عليه هو الحارس البديل لمحمد عبد الحسين احد افضل الجديه في الاداء هنا المحاوله هذا بسام ابلال كره اليد هنا في المملكه العربيه السعوديه تسديده لكن ايضا تصدي من الرائع حسين محفوظ وهنا حسين نجح المرة الأولى في الرمية الأولى 7 أمتار
فوتشي لينا ينجح ايضا في المباراه. ثم المنتخب القطري Yeah.